اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، وصباح الخير للزميل مخلص سهاوني. كيفك يا مخلص اليوم؟ صباح الورد يا نسرين، الحمد لله أمورنا تمام، متفائلين اليوم بيكون يوم عمل دايما مميز لكل عمالنا في الوطن الحبيب. عشان هيك لابس ابيض متفائل يا اليوم. صباح الأبيض. اليوم فقرتك انت الاثنين الماضي بس خلصت، قلت انا نازل على الكرك بدي اصور للحلقة هاي. نعم نعم، عن ايش اليوم بدك تحكي بالكرك؟ بالتأكيد احنا دايما بنحضر لمشاهدينا احتراما لتقديم مواضيع متميزة. زرنا الأسبوع الماضي نسرين محافظة الكرك، وكنا بجولة مع عطوفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالمحافظة، بدنا نصب على عطوفة المهندس عبد الله فريج. زرنا مشاريع متميزة، قصص نجاح حقيقة لأهالينا وأحبائنا في محافظة الكرك، ضمن مشاريع مختلفة هي قصص نجاح لصندوق التنمية والتشغيل ولأصحابها أيضا، حققت فرص عمل، حسنت مستوى المعيشة، رح نشوفها إن شاء الله بتقريرنا. يلا كل التوفيق، الهوى معك. شكرا نسرين، من جديد صباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا داخل وخارج الوطن الحبيب، صباح الخير لكل نشمة ونشمية ولكل أردني وأردنية ولكل عامل وعاملة في الوطن الحبيب. اليوم مشاهدينا بدنا ناخذكم بزيارة إلى محافظة الكرك وجولة مع صندوق التنمية والتشغيل في المحافظة، هناك مشاريع متميزة هي قصص نجاح لصندوق التنمية والتشغيل وأيضا لأصحاب هذه المشاريع اللي استفادوا من الخدمات الإقراضية اللي بيقدمها صندوق التنمية والتشغيل. مشاريع مختلفة حققت فرص عمل، حسنت مستوى المعيشة، عملت إحلال تدريجي لعمالنا الأردنية مكان العمالة الوافدة. كنا بمعية عطوفة مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبد الله فريج، وأيضا مدير فرع الصندوق الأستاذ ياسين مبيضين، بجولة بأكثر من قرية ومدينة في محافظة الكرك. زرنا فيها مشاريع يعني متميزة ضمن قطاعات مختلفة، وهناك مشاريع تناسب بيئة المكان. شو رأيكم مشاهدينا نشوف التقرير اللي صورناه مع بعض وبعد هيك راجعين. يساهم صندوق التنمية والتشغيل بالتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة من خلال تقديم الخدمات الإقراضية لأبنائنا الأردني ذكورا وإناثا من الراغبين بإقامة مشاريع ضمن القطاعات المتنوعة للعمل على تحسين مستوى معيشة الأسرة الأردنية نحو الأفضل. وها هو فرع الكرك، من خلال مشاريعه نرى نماذجا وقصص نجاح لكلا الجنسين تدل على التميز والإبداع عند الشباب الأردني. مشاهدينا احنا معكم اليوم من محافظة الكرك وجولة في مجموعة من المشاريع التي هي عبارة عن قصص نجاح وتميز لصندوق التنمية والتشغيل. بسعدني ألتقي بعطوفة المهندس عبد الله فريج مدير عام صندوق التنمية والتشغيل حتى نحكي له اليوم صباح الخير ويعطيكم العافية. الله يعافيك، صباح النور، أهلين أستاذ. يعني عطوفتك احنا اليوم بجولة بمعيتكم في محافظة الكرك على مجموعة من المشاريع، يا ريت تخبرنا يعني جديدكم في صندوق التنمية والتشغيل، اليوم عم نشوفكم بجولات في المحافظات والمناطق المختلفة، فشو بتخبرونا؟ يا سيدي شكرا على هذا اللقاء الطيب. الواقع يعني هذه الزيارة هي تعتبر من سلسلة زيارات إلى الميدان، والعمل الميداني هو الشيء اللي احنا يعني بنتابع في مشاريعنا، وبنحث برضو غير المقترضين على التوجه لصندوق التنمية والتشغيل، كونه رسالة الصندوق ورؤيته أنه تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة ثبت نجاحها يعني بشيء كثير كثير كويس، وخاصة في المحافظات البعيدة وأطراف المملكة. نعم. يعني ما شاء الله عليكم، عم نشوف نماذج طيبة لشبابنا الأردني ذكور وإناث بمشاريع مهنية مختلفة متنوعة تناسب حاجة السوق العمل، لكن اليوم في عندكم تخريج على هامش هذه الزيارة. نعم، والواقع الصندوق له دور كمسؤولية مجتمعية تجاه يعني شبابنا وشاباتنا. اليوم برضو عندنا تخريج لخمسين متدربة حصلوا على تدريب بتمويل وتنظيم من صندوق التنمية والتشغيل في مجال الحاسوب وكيفية العمل أو البدء في المشاريع. هذه الفئات لما بتحصل على هيك نوع من التدريب
يعني احنا برضو بنسهل امورهم حتى يقبلوا على الصندوق للحصول على التمويل ضمن شروط ميسرة، وراح تكون ان شاء الله من خلال نادي الشباب في منطقة الجدعة وفي قضاء الموجب. احنا الان مشاهدينا في احد المشاريع الناجحة والمميزة في محافظة الكرك، وهي قصة نجاح تابعة لصندوق التنمية والتشغيل، تعبئة مياه لصاحب العمل علي الختاتني. الله يعطيك العافية ويسعد صباحك. هلا، اهلا وسهلا فيكم في التلفزيون الاردني. يعني استاذ علي، بنبارك لك هذا المشروع وهذه قصة النجاح يعني الموجود اليوم، واللي عم نشوف فيها عدد كبير من الايدي العاملة من ابنائنا من محافظة الكرك. خبرنا عن هالمشروع وكيف كانت البداية مع صندوق التنمية والتشغيل. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كانت عام 2009 2006 فتحت محطة مي في لواء القصر، واحتجت مبلغ تمويل ما يقارب 5000 دينار اخذته من صندوق التنمية والتشغيل، وكانت البداية مع الصندوق وما زال الاستمرار معه. من خلال هذاك الوقت انه التطوير والنظرة للقدام والطموح، ومن خلال الواحد يحسن دخله المادي وتوفير فرص عمل للمواطنين، بعد ما يكون الواحد عالم هو يبحث عن فرص عمل، لا يكون ايد بناءه في 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 توفير فرص عمل للناس. يعني حققت فرصة عمل لشخصك، وأيضا حققت مجموعة من فرص العمل لأبنائنا في محافظة الكرك. العدد الموجود عندك؟ العدد الموجود حاليا 13 موظف وموظفة. طموحي على أني أستوعب أكبر فرص عمل زاد. انتقلنا مشاهدينا إلى لواء القصر منطقة الربة، وقصة نجاح أخرى ونموذج طيب من محافظة الكرك، وهي قصص نجاح حقيقة لصندوق التنمية والتشغيل. بدي ألتقي بأختي أم مأمون نجاح الدار. الله يعطيك العافية وصباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، حياك الله. ما شاء الله عليك، نموذج طيب اليوم عم نلتقي فيه ضمن يعني مجال المطرزات والمطبخ الإنتاجي. خلينا نتعرف على قصتك، كيف كانت البداية مع صندوق التنمية والتشغيل والآن وين وصلنا؟ أنا نجاح الهدار من الربة، أخذت من التنمية والتشغيل قيمة 2000 دينار، وبشكر التنمية والتشغيل على جهودها معي، وبشكر أبو ميار اللي دائما واقف في صفي وكل مرة زقراته علي. إيش ينعكس عليك يا أم مأمون يعني هالمشروع؟ والله بلشت من الصفر ولا إشي، والحمد لله ربي رزقني، وما كان عندي أرض اشتري عمرت بيت وعمرت شتين كمان الحمد لله. ما شاء الله يرضى عليك يا رب. أبنائك يعني درستيهم اشتغلوا معي؟ عندي بنت في الجامعة ما شاء الله تخرجت من الجامعة كيمياء، معلمة كيمياء. عندي ثلاثة ما شاء الله عليهم وظفتهم كمان، يعني صاروا في الأمن العام، وعندي درك وعندي بحث جنائي وعندي بنت في الأمن العام. يعني اليوم عم نشوف قصة نجاح طيبة في محافظة الكرك. كثير من الناس الآن في البيت ما بيشتغل، ما عنده دخل، وضعه يعني الاجتماعي والاقتصادي سيء. خلينا نحكي، شو بتنصحي من واقع تجربتك الشخصية وأنت نموذج وقصة نجاح طيبة؟ بقول الشغل مش عيب لكل واحد، لكل ست قاعدة في البيت الشغل معيب، معيب غير العيب. أنا بشتغل في الكرة، اشتغلت الحمد لله، مطبخ إنتاجي فتحت، عندي موظفات في المطبخ الإنتاجي كمان بيشتغلين معاي كمان. ما زلنا معكم مشاهدينا بجولة ميدانية في مشاريع ناجحة لصندوق التنمية والتشغيل في محافظة الكرك. احنا الآن في احدى المشاريع الريادية اللي تم تمويلها من الصندوق بمبلغ 75,000 دينار. بدي ألتقي بصاحب المشروع تامر المجالي. الله يعطيك العافية. اهلا وسهلا فيك، تفضل. يعني خلينا نحكي عن طبيعة المشروع، نحكي عن عدد فرص العمل، وكيف كان علاقتكم مع الصندوق وإجراءاته؟ علاقتنا مع الصندوق علاقة اي مواطن مع الصندوق، تقدمنا صندوق التنمية والتشغيل وقدمنا لمنحنا هاي الفرصة بمبلغ وقدره 75,000 دينار لعمل المشروع لخدمة مركز لخدمة السيارات. نعم. وتمت الموافقة والحمد لله، ونقدم حوالي. كانت إجراءاتهم ميسرة لكم؟ إجراءاتهم ميسرة وإجراءات روتينية طبيعية، الأوراق الرسمية والضرورية المطلوبة. نقدم فرصة عمل تقريبا لعشر أشخاص.
ما زلنا مشاهدين في محافظة الكرك وانتقلنا إلى بلدة الثنية ومشروع مميز ناجح تابع لصندوق التنمية والتشغيل. بدي ألتقي بصاحبة المشروع فدوى عوض سالم موسى، الله يعطيك العافية ونتمنى لك دائما التوفيق. الله يعافيك، أهلا وسهلا. عم نحكي اليوم عن مشروع روضة وإن شاء الله في مدرسة قريبا، يعني بنحكي عن عدد من فرص العمل المتميزة عندك. خبرينا عن مشاريعك، خبرينا عن علاقتك مع الصندوق، ومن متى أنتم بلشتوا بهالتجربة؟ يعطيك العافية. أولاً بلشنا بالمشروع 2005، بدينا حضانة قرض صغير من صندوق التنمية والتشغيل مقدار 1500 دينار. طورنا المشروع 2007، حصلنا على جائزة الملك راني للإبداع والتميز، أخذنا قرض تطوير، طورت المشروع لأخذت مكان أوسع وتوفرت فرص عمل. لغاية الآن بالحضانة تقريباً 17 فرصة عمل، إلي سنتين طورت لروضة وفيها تقريبا فرصة عمل 15 فرصة عمل، والسنة إن شاء الله بإذن الله عملت مدرسة للصفوف الأساسية الأولى. فرص العمل الموجودة يا ست فدوى يعني من أبنائنا وبناتنا في المحافظة؟ طبعا من بنات المنطقة، والحضانة والروضة والمدرسة إن شاء الله تخدم المجتمع المحلي، كونها الحضانة الوحيدة في قصبة الكرك اللي تخدم الكرك من شمالها إلى جنوبها. ما زلنا معكم مشاهدينا في محافظة الكرك وجولة مع صندوق التنمية والتشغيل بمشاريع مختلفة ومتنوعة. بسعدني ألتقي بصاحب المشروع هون الأستاذ محمد أبو عمرو، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يرضى عليك. يا ريت بالبداية تعرفنا بطبيعة مشروعك وعدد فرص العمل اللي استطاع المشروع الناجح أنه يحققها لبناتنا في الكرك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر لكم. بداية عندما أتكلم عن هذا المشروع فهو واحد من المشاريع في محافظة الكرك، وهذا المشروع تميز بتخصصه وتخصصه بالسيدات فقط، وهو نادي لياقة بالإضافة إلى صالون سيدات بالإضافة إلى حمام لياقة مع مجموعة من الأنشطة الداخلية والمزايا التي تختلف عن باقي الأنشطة الأخرى في الأندية الأخرى. فرص العمل اللي حققها المشروع؟ هذا المشروع حقق تقريبا 6 فرص عمل، وفتح أكثر من 6 بيوت في هذه المنطقة. قصة أخرى مشاهدينا من قصص النجاح والتميز لصندوق التنمية والتشغيل في محافظة الكرك، صاحب هذا المشروع الدكتور محمد الأدهش، وإحنا اليوم عم نحكي عن استثمار سياحي طيب، مطعم سياحي موجود في مدينة الكرك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم في محافظة الكرك وفي مطعم بانوراما قلعة الكرك. واليوم عم نحكي عن مشروع ناجح دكتور، وعم نحكي عن فرص عمل لأبناء المنطقة أيضا، ياريت تخبرنا كيف كانت البداية وعدد فرص العمل وإيش رأيكم بالتسهيلات اللي بيقدمها صندوق التنمية والتشغيل. في البداية تقدمنا في 2011 لإقامة المشروع، مشروع مطعم سياحي الحمد لله حاصلين على تصنيف 3 نجوم. البداية كانت مساهمة من صندوق التنمية والتشغيل بقيمة 25,000 دينار قرض شخصي لغاية المشروع، وخلينا نحكي بجزء خاص شخصي. الحمد لله بنوفر الآن تقريبا 12 فرصة عمل كلهم من أبناء محافظة الكرك، بالإضافة إلى الفترة الصيفية بكون عندنا المساحة أكبر للمطعم اللي هي الجلسات الخارجية بتتسع إلى 22 فرصة عمل. وبنهاية جولتنا مشاهدينا بسعدني ألتقي بالأستاذ ياسين مبيضين مدير صندوق التنمية والتشغيل فرع الكرك حتى نحكي له الله يعطيك العافية، غلبناكم اليوم من خلال هالجولة وهالمواقع الكثيرة. الله يعافيك يا سيدي، احنا في خدمتك إن شاء الله. الله يسعدك. يعني من خلال يعني جولتنا اليوم شفنا نماذج طيبة وقصص طيبة من قصص النجاح التابعة لكم للصندوق، تعرفنا بإحصائية من عدد المشاريع ويعني كيف بتشوفوا إقبال أبنائنا في الكرك لإقامة المشاريع المختلفة. سيدي هلا مطلوب منا نمول تقريبا ما يقارب 3 مليون دينار لمحافظة الكرك، مولنا منهم لغاية الآن ما يقارب 1,700,000، فمعظمهم من مشاريع تمكين المرأة الريفية، وبرضو في مشاريع ريادية مولناها عديدة اللي لاحظتوها في زيارتنا معظمها يعني، وبرضو في عنا مطلوب إنه لغاية نهاية العام يكتمل باقي المبلغ اللي هو 3 مليون، وممكن نتجاوزه لأكثر يعني زي ما صار معنا في العام الماضي.
في إقبال حقيقي من أبنائنا، يعني أبناء الكرك ذكور وإناث، لتوجه للصندوق وإقامة المشاريع المختلفة؟ يعني اللي لاحظته إن شاء الله إنه في إقبال رائع، يعني في قصص نجاح وتميز لشباب عاطلين عن عمل، خريجي الجامعات في المقابل يعني ما استنوا فرص العمل وتجيهم، حققوا فرص عمل ذاتية لهم، التشغيل الذاتي، وبرضه شغلوا غيرهم. هذه بلدنا، العمل عبادة، الشغل مش عيب. من جديد صباح الخير لكل مشاهدي ومتابعي شاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد وفقرتنا شباب ومهن. بعد ما تابعنا التقرير وشفنا هالقصص المميزة سواء كانت للنشامة أو النشميات بمشاريع مختلفة، حقيقة بدي أوجه دعوة ورسالة لكل الشباب الأردني الآن اللي اتشجع حتى يعمل مشروع معين بالتوجه لصندوق التنمية والتشغيل أو لفروعه ونوافذه الإقراضية المتواجدة في جميع أنحاء المملكة الحبيبة. بدي أستعرض مشاهدينا بعض المعلومات عن صندوق التنمية والتشغيل، هالمؤسسة الوطنية اللي بنفتخر فيها واللي بتقدم خدماتها الإقراضية لشبابنا الأردني الراغب بعمل المشاريع المختلفة. تأسس صندوق التنمية والتشغيل عام 1989 وباشر عملياته الإقراضية عام 1991 كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري. تعنى بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال إيراداتها الذاتية. يهدف الصندوق إلى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج، وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة. الرؤية الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني. يعني مشاهدينا، أنا دايما بحكي لشبابنا الأردني كل المجالات مفتوحة أمامكم شباب، يعني إذا أنت كنت بحاجة لمؤسسة تقوم على تدريبك وتأهيلك ضمن أي مهنة مطلوبة في سوق العمل الأردني، مؤسسة التدريب المهني جاهزة من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، 42 مركز بقدم خدماته التدريبية للشباب الأردني. إذا كنت بتبحث عن فرصة عمل، مديريات التشغيل التابعة لوزارة العمل بتساعدك بإيجاد فرصة عمل ضمن القطاعات المستهدفة، ودائما بأكد على شبابنا إنه هالخدمة اللي بتقدمها وزارة العمل هي خدمة مجانية. وأيضا للي عنده يعني طاقة وقدرة وحاب يعمل مشروع مستقل إله، يعني صندوق التنمية والتشغيل أكيد بيقدم هالخدمات الإقراضية للشباب الأردني، واللي عنده مشروع يعني صغير وحاب يوسعه ويطوره بإمكانه أنه كمان يأخذ توسعة وتطوير للمشروع. نتمنى التوفيق للقائمين على الصندوق والعاملين فيه. وفي عندي خبرين عماليات سريعات زميلنا فراس. تعلن وزارة العمل عن توفر فرص عمل لدى المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر للعمل مدرسين من حملة البكالوريوس تخصص تربية خاصة بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال. سيحصل المتعاقدون على العديد من المزايا كالسكن وتذاكر السفر والتأمين الصحي والمواصلات والراتب بحسب الخبرة والتخصص اللي بتنطبق عليه الشروط. بإمكانه يراجع وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل اللي عم نعلنها. أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة أن مشروع تنمية القدرات النوعية للتوجيه الوظيفي ونظام التشغيل والذي تنفذ وزارة العمل بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا سيركز خلال خطة عمله للأشهر 6 المقبلة على تطوير خدمات التشغيل خاصة في مديريات ومكاتب العمل. ومن الجدير بالذكر أن مشروع جايكا وزارة العمل لتنمية القدرات النوعية للتوجه الوظيفي ونظام التشغيل انطلق في شهر أيار 2013 وينتهي في شهر أيار من العام المقبل 2016. ومنذ انطلاق المشروع تعقد وزارة العمل مع الجهة المانحة اجتماعات دورية كل 6 أشهر لاستعراض الإنجاز المقدم خلال الأشهر الماضية والتخطيط للأشهر 6 المقبلة.
خبر آخر، نظمت وزارة العمل في محافظة جرش ورشة عمل تثقيفية للعمال الجدد في قطاع المحروقات ضمن برامج دعم تشغيل الأردنيين بهدف التعريف بمستقبل العمل في قطاع المحروقات والتسلسل المهني والتطور بالعمل في محطات المحروقات ومهارات التواصل والتعامل مع الزبائن. يعني دايما أنا بأكد على شبابنا الأردني، هناك قطاعات عديدة شباب في سوق العمل الأردني تشغلها نسبة كبيرة من العمالة الوافدة. يعني إذا بنطلع على قطاع المخابز في نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، قطاع الزراعي، قطاع المطاعم والفنادق، قطاع المحيكات، قطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات اللي ممكن إحنا نتوجه للتدريب والعمل ضمن هذه القطاعات. يعني كيف إحنا بدنا نساهم بالتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، وكيف بدنا نحسن مستوى معيشتنا، بدنا نتقبل بفرص العمل الموجودة بسوق العمل الأردني لتجينا فرصة عمل أفضل بتخصصنا أو بالمهنة اللي إحنا تدربنا عليها. بدي أتمنى لكم يوم عمل سعيد، يوم عمل مميز لكل متابعي ومشاهدي شاشة التلفزيون الأردني. بدي أرجع لزميلتي نسرين، اليوم عندها مجموعة كبيرة من الفقرات المميزة واللي بتخص الشهر الفضيل، شهر رمضان وغيره من المناسبات. نسرين بدي أرجع لك، صباح الخير والله يعطيك العافية. شكرا مخلص.